جو، كل شخص ناجح على مواقع التواصل الاجتماعي في وراء حدا بروفيشنال مثل يكون، مش ولا ضروري، في واحد يكون مش ضروري معي، بده يكون حقيقي. السوشيال ميديا بتكشف، السوشيال ميديا بتعري. يعني كل الناجحين يا ماي على السوشيال ميديا هن بطبيعتهم لأكيد الأعمال، وإذا بدك تشتغليها لتستفيدي أو لتسوقي هي إلى أربابة بيسوى، وهيدا بيخلينا نحن نشتغل وكل يوم نشتغل أكتر. بس إذا واحد بده يكون ناجح ويستعمل هالوسائل التواصل الاجتماعي بالطريقة الصحيحة، بده يكون على طبيعته، بده يكون باستعمالها مش مبالغ، بده يكون ينفع، لانه العالم عم تشوفك يا ماي مش بس لتشوف انت شو لابسه، او لا يمكن تستفيد من ذوقك. بده يعرف واحد الشغله دقيقه، يعني فيها شعره بين الاستعمال الخاطئ والاستعمال المظبوط.